صغيراتنا في الدكتور كيدز. دكتور كيدز على حياة طفل، زهرة الحياة. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الفل والياسمين، صباح الورد المزيان اللي الرفيق قدامي عندي باقة من الورود والزهرات والأزهار كلهم باهين، وفما نحلة لهنا قاعدة تاخو في الرحيق نتاع الأزهار باش تعطينا من بعد شنو؟ مش تعطينا العسل، ومنهم العسلة هذه المزيانة ذي اللي عطتها لي ستي وفاء. عسلامة. عسلامة. شنو حوالك يا دكتورة؟ عسلامة. لاباس؟ لاباس. اسمك أنت يا دكتورة؟ ألي. اسمها الدكتورة ألي. ألي شكون أنت؟ ألي قراو. ألي قراوي. قديش عمرك يا ألي؟ 5 سنين. دكتورة ألي عمرها 5 سنوات، وانت في بالك اللي انت مزيانة؟ نعم. نعم. وشنو ما هذوما؟ خراسي. نجم انا نلبسهم هنا؟ نعم. مزيانيني واللي وعندي ولا كل الفتياتك هاو؟ الفتيات. صحيتو هذوما للفتيات. وانت شكون ستي تقري فيك؟ ستي وفاء. ستي وفاء. وستي هذيك شكون؟ كوثر. باهي ستي كوثر. نعم. سهلة ولا صعيبة؟ سهلة. سهلة صحيت هذاك على شيء خاطر تصور فينا، نعطيه تصفيقة كبيرة ستي. قل لي انتي دكتورة فيش انتي؟ أسنان. وش نعملو لهم الأسنان باش يقعدوا لبس عليهم؟ نحكو. باش؟ بالمعجون والفرشات. بالمعجون هذاك اللي ناكلوا به الساندويتش نحطوه مع الزبدة؟ معجون الأسنان. آه فما معجون خاص بالأسنان صحيت. ومرة بركة في اليوم ولا ديما؟ ديما. صحيت ديما بعد كل ما ناكلوا نفطروا نغسلوا هكا ولا صحيت باش ما تجيناش السوسة وتولينا ألم وتوجيع في السنين. وقل لي انتي تلعب الرياضة ولا؟ أي. انتي وشكون تلعب الرياضة؟ هكا كراك نقول لذي باش تلعب باسكيت، تلعب كرة سلة ولا تلعب حاجة أخرى انتي؟ حاجة أخرى. شنو تلعب الرياضة؟ تلعب تجري ولا تلعب تينيس؟ نجري. عندك خوك انتي؟ أي. شو اسمه خوك؟ الياس. الياس يقرأ معاك الياس ولا أكبر منك؟ أنا أكبر منك. انتي أكبر. وتشري له انتي هدية ولا ما تشريلوش؟ نشريله. شو شريت له هدية؟ قل لي مثلا. بارفان. شريت له بارفان. هديت لخوها بارفان في عيد ميلاده؟ أي. صحيت. هتغني لي غنية؟ هاي غني. أنا إنسان لي إحساس، أملك دوما 5 حواس، بالأنف أشم الوردة، بيدي ألمس وجه الجد، بالعينين أرى الأعلام، تخفض في أمن وسلام، بالأذنين أسمع دغري كالعصفور وهو يحلق فوق الدور، بلساني أتذوق حلوى وبها جسمي يصبح أقوى. وبها جسمي يصبح أقوى. ذلك علاش أصدقائي يلزمكم في الصباح تفيقوا نشطين وتفطروا فطور الصباح باش كي تمشيوا تقراوا تقراوا انتوما مرتاحين. والدكتور كيس يقول لكم الى اللي الى اللقاء. دكتور كيس.